في الضفة الغربية هناك نشاط صناعي وزراعي كبير. مصانع للبلاستيك ومزارع في الأغوار وحقول من العنب لإنتاج النبيذ، كلها صادرات تجد طريقها إلى الأسواق الأوروبية وتؤمن دخلاً لا تقل قيمته عن 300 مليون دولار في السنة للإسرائيليين فقط. فهذه الصادرات لا تأتي من المزارع أو المصانع الفلسطينية، وإنما من المستوطنات اليهودية. هنا في مستوطنة جوش أتسيون تقدر قيمة الصادرات من النبيذ والفواكه والأزهار بملايين الدولارات، ونداء المنظمات غير الحكومية لدول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة هذه البضائع يثير قلق أصحاب هذه الصناعات. إذا كان الأوروبيون يعتقدون أن تصرفاتهم هذه ستجلب السلام إلى المنطقة فإنهم مخطئون. لقد أثبت لنا التاريخ أن النشاط الاقتصادي والصناعي هو ما سيمكن العرب واليهود من العيش جنبا إلى جنب بسلام. من الناحية الرسمية فإن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوطنات اليهودية غير قانونية، ولكن نظرة سريعة على ما يتوفر في الأسواق الأوروبية يظهر حجم التبادل التجاري مع هذه المستوطنات. التقرير الذي صدر عن 22 منظمة غير حكومية يقول إن ما تصدره المستوطنات اليهودية إلى الأسواق الأوروبية أكبر من حجم الصادرات الفلسطينية ب15 مرة. الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه يقدم الكثير من الحوافز للفلسطينيين كي تصل منتجاتهم إلى السوق الأوروبية، فبعض الصادرات مثلاً معفية تماماً من الرسوم الجمركية، ولكن القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة البضائع والحرمان من المصادر الأساسية كالمياه وسبل تطوير البنية التحتية أدت إلى خفض حجم الصادرات الفلسطينية إلى الاتحاد الأوروبي إلى 20 مليون دولار فقط. يعني أوروبا هي تدعم سياسياً دعم مخجول إلى فلسطين وحقه في أخذ دولته عبر قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة وغيرها. في الدعم الاقتصادي تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية باحتياجاتها الجزئية المالية ودعم مشاريع بنية تحتية ودعم الموازنة الفلسطينية، وتدعم جزئياً القطاع الخاص ومتطلباته، وتقول لنا أن أسواقنا مفتوحة عليكم الاستفادة منها، ولكن كل هذه النوايا إن كانت حسنة أو طيبة أو كانت خجولة أحيانا إلا أنها تقف ضعيفة أمام الهيمنة والاختطاف الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني. هناك نحو 4 ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية في مقابل 500,000 إسرائيلي فقط. عملية حسابية بسيطة تظهر أن الاتحاد الأوروبي يستورد من المستوطن الواحد أكثر مما يستورد من الفرد الفلسطيني 100 مرة. في ظل هذه الحقائق فإن واضعي التقرير يعتبرون أن تنديد الاتحاد الأوروبي بالتوسع الاستيطاني بات فارغاً من مضمونه. ديما حمدان، BBC، القدس.